داير يعني عندنا الرياليزاسيون تاعها. علاش بلدية درنا بالسيما و وهنا بسيما بلو وهنا سيما بلو. بمناسبة إحياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال، شرفنا صباح اليوم على وضع الحجر الأساس لمديرية للتربية ومركز طبي اجتماعي للأمن الوطني ومخبر للنوعية لمصالح التجارة و 80 وضع الحجر الأساس ل 80 مسكن اجتماعي. حرصنا على وضع حيز التشغيل لخزان مائي سعة 1000 متر مكعب مرتفع اللي راح يحل لنا مشكلة كبيرة في السكنات ذات الطوابق العليا. ومساء اليوم انطلقنا بمسبح ببلدية سيدي خالد، والمسبح اللي ينتظروه الشبان بفارغ الصبر إن شاء الله يبدأ في الأشغال ابتداء من اليوم، وإن شاء الله نتمناو أنه هياكل أخرى تلتحق ونقدم خدمات أحسن من التي كانت تقدم سابقا.